تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهادتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 57 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع يواصل كتاب الله وصفه لمشاهد القيامة وما يكون عليه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ويشير إلى أن من أوتي كتابه بيمينه يدرك لأول وهلة أنه ممن كتبت لهم السعادة، فيتناول كتابه هاشا باشا ولا يخجل من أن يعرضه على إخوانه السعداء من أهل الجنة المكرمين، مؤكدا لهم أنه كان على يقين بحساب الله وجزائه، ولم يكن يداخله أدنى شك في عقيدة البعث والنشأة الآخرة، ولذلك يكرمه الله تعالى بالعيش الطيب في الجنة، وينعم عليه بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين جزاء وفاقا لما أسلفه في حياته من العمل الصالح وما كان عليه من طاعة الله والسعي في مرضاته. وذلك قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي كنت موقنا بأن هذا اليوم قادم لا محالة، فالظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية قطوفها دانية أي ثمارها سهلة للقطف. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه حكاية لخطاب التكريم والامتنان الذي يوجهه إليهم ملائكة الرحمن من خزنة الجنان. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بينما أصحاب الشمال بمجرد ما يؤتون كتابهم بشمالهم
يدركون أنهم من الأشقياء المعذبين عند الله، وفي الحين تنطق ألسنتهم بما يعبر عن دخائل نفوسهم، إذ يتمنون وما تنفعهم الأماني، يتمنون لو أنهم لم يؤتوا أي كتاب، ويتمنون لو أنهم لم يعرفوا أي حساب، ويتمنون لو أنهم ماتوا موتة واحدة لا حياة بعدها ولا عقاب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ويفاجأ أصحاب الشمال بالحقيقة المؤلمة التي لم يكونوا ينتظرونها ولم يحسبوا لها أي حساب، وهي أن مالهم الذي كانوا يتبجحون به على الفقراء، وسلطانهم الذي كانوا يستعلون به على الضعفاء، لا يغنيان عنهما من الله شيئا. فالآخرة إنما هي دار الجزاء على العمل، الجزاء بالثواب على العمل الصالح، والجزاء بالعقاب على العمل الفاسد، ولا عبرة فيها مطلقا بما تواطأ عليه الناس في أعرافهم من الاعتبارات السطحية والقيم الوهمية. وذلك ما ينطق به لسان الشقي من أصحاب الشمال، إذ يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم يصف كتاب الله ما يصدر لخزنة جهنم من الأوامر الإلهية الرهيبة بشأن أصحاب الشمال الضالين المضلين، إذ يقال لهم: خذوه فغلوه، أي ضعوا في عنقه الأغلال. ثم الجحيم صلوه، أي اغمروه في جهنم من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وشبه ابن عباس هذه السلسلة التي يدخل فيها بالعود الذي ينضم فيه الجراد حين يشوى، والعياذ بالله. ووضح كتاب الله أن عقاب الله لأصحاب الشمال إنما هو عقاب عادل لا غبار عليه، ولا يظلم ربك أحدا، فقد كانوا ينكرون حقيقة الحقائق وهي الإيمان بالله، وبالتالي كانوا ينكرون كل ما لله من صفات العظمة والكمال ومظاهر الجلال والجمال، وكانوا حجر عثرة في طريق انتشار دعوته وتبليغ رسالته، وحربا على كتبه المنزلة وعلى شريعته، وكانوا عنصر فساد وتخريب في الأرض لا يؤدون لعيال الله وعبيده أي حق، ولا يقدمون لهم أي عون مما آتاهم الله من الرزق. وإلى حيثيات هذا الحكم، الإلهي العادل الذي صدر بعقاب أصحاب الشمال يشير قوله تعالى هنا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، أي أنه كان لا يؤدي حقوق الله ولا حقوق الناس، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له من صديق حميم يستطيع أن يخلصه وينقذه من عذاب الله، أو يتطوع بالنيابة عنه في تحمل العقاب المحكوم به عليه. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، والغسلين شر طعام أهل النار كما فسره قتادة. وانتقلت الآيات الكريمة إلى دعوة الناس أجمعين للإيمان بكتاب الله المنزل من عنده، والاهتداء بهديه، وإلى تبيين أن محتوى عليه كتاب الله
من عقائد وآداب وشرائع وشعائر وحقائق كونية ونفسية، هو حق اليقين ولب الحكمة وأصدق العلم. وأبطلت الآيات الكريمة كل ما يلفقه المشركون ومن لف الفهم من اتهام الرسول بالشعر والكهانة والافتراء على الله. وأكد كتاب الله أنه لو تجرأ أي رسول على الله وتقول عليه لعاقبه الله عقابا لا يعاقبه أحدا من العالمين. وأقسم الحق سبحانه وتعالى على صدق هذه المعاني بكل ما خلقه في كونه، من محسوس وغير محسوس، من منظور وغير منظور، في عالم الغيب وعالم الشهادة. فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، أي أنه قول من الله يقوم بتبليغه إليكم رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يقدر أحد منكم أن يحجز بينه وبين عقاب الله لو تقول على الله. وإنه أي كتاب الله لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، أي أن كتاب الله يثير في نفوس الكافرين وهم في الدنيا مشاعر الأسى والحسرة على ما هم غارقون فيه من الأوحال، كما يكون عليهم حسرة في الآخرة بما ينالهم من عذاب الله طبقا لما هو مسجل في كتاب الله. وإنه لحق اليقين، أي أنه هو الخبر الصادق والشرع العادل والعقيدة الصحيحة. وختمت سورة الحاقة المكية بالأمر بتسبيح الله وتنزيه اسمه وصفاته عن كل نقص أو عيب، فقال تعالى مخاطبا لنبيه وللمؤمنين عن طريقه: فسبح باسم ربك العظيم. ومن هنا ننتقل إلى سورة المعارج المكية أيضا، وتبتدئ هذه السورة الكريمة بالحديث عن البعث والنشور والحساب والعقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي استعجل سائل بالعذاب المنتظر، على حد ما ورد في قوله تعالى في آية ثانية: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وما ورد في قوله تعالى في آية ثالثة: على لسانهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله تعالى ذي المعارج، أي معارج السماء كما قال مجاهد. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد الملائكة كما تصعد أرواح بني آدم إلى السماء حين قبضها عند الموت. وقوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إشارة إلى يوم القيامة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي رواية أخرى عنه أن رجلا سأله: ما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فاتهمه ابن عباس، أي اتهمه بالبحث عن المتشابهات،
فقال له السائل: إنما سألتك لتحدثني. فأجابه ابن عباس قائلا: هما يومان ذكرهما الله، الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. انتهى جواب ابن عباس. واليومان اللذان أشار ابن عباس إلى ورودهما في كتاب الله هما هذا اليوم المذكور هنا، يوم كان مقداره 50,000 سنة، واليوم الآخر هو الوارد في قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في سورة الحج. وكلاهما من أيام الله التي لا تندرج في عداد أيام البشر، إذ حساب أيام البشر تابع للزمان المعتاد بينهم والمعهود عندهم، وأيام البشر هي غير أيام الله، ولله في خلقه شؤون. ودعا كتاب الله الرسول عليه السلام إلى المزيد من الصبر، ومن الصبر الجميل ومن الصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا يأس ولا قنوط. فقال تعالى مخاطبا لنبيه: فاصبر صبرا جميلا. ثم عادت الآيات الكريمة إلى وصف يوم القيامة وأهواله وما يقع فيه للمخلوقات من اضطراب وتناكر، وحرص كل فرد على النجاة بنفسه إن استطاع النجاة، ناسيا كل الروابط التي كانت تربطه بغيره، ومتجاهلا كل العلاقات التي كانت تجمع بينه وبين أقربائه وأصدقائه. فالكل يقول: نفسي نفسي. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي لا يسأل صديق عن صديق ولا قريب عن قريب، وإن كان يراه في أسوأ الأحوال، إذ هو مشغول بنفسه قبل كل شيء. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أن النار تدعو إليها الكافرين والمجرمين الذين يحاولون الفرار منها، كما تدعو الأغنياء والمترفين الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ومنعوا الفقراء من حق الله وجمع فأوعى. ثم تحدث كتاب الله عن بعض الصفات التي تلصق بالإنسان إذا كان فارغ القلب من الإيمان، ذلك أنه يكون هلوعا جزوعا إذا مسه الشر، وبخيلا منوعا إذا ناله الخير، بخلاف المؤمن الذي يكون على صلة دائمة بالله عن طريق الذكر والصلاة، فإنه يكون محافظا على حقوق إخوانه المؤمنين يؤديها لهم كما يؤدي ما عليه من حقوق الله سواء بسواء. وبهذه المناسبة تناولت الآيات الكريمة بالشرح والتحليل تعداد صفات المؤمنين وما يميزهم عن غيرهم من الكفار والمنافقين. فقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم،
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم تساءل كتاب الله مرة أخرى منكرا على الكفار والمشركين ما هم عليه من عناد ونفور واستكبار وغرور رغما عما يقرع أسماعهم ويزعزع كيانهم من آيات الله البينات وما يشاهدونه كل يوم على يد رسول الله من المعجزات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي ما لهؤلاء الكافرين نافرين عن اليمين وعن الشمال عزين أي متفرقين يمينا وشمالا معرضين مستهزئين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أي أيطمع كل واحد من هؤلاء الفارين المستهزئين المغرورين أن يدخل الجنة وهو على ما هو عليه عنادا للحق وإصرارا على الكفر. ثم يجيب كتاب الله ردا على ما يتمنونه من الأمان الفارغة كلا كلا أي لا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبدا إنا خلقناهم مما يعلمون أي أنهم يعرفون من أي شيء خلقناهم فلا مفر لهم من الاعتراف بالخالق الذي خلقهم والمبدع الذي أنشأهم ولا سبيل لهم إلى جنته إلا سلوك الطريق الوحيدة المؤدية إليها ألا وهي طريق الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر. وقوله تعالى هنا فما للذين كفروا قبلك مهطعين يشبه قوله تعالى في آية أخرى فما لهم عن التذكرة معرضين. والحمد لله رب العالمين.